وقضيت الوافية وافية بحر قويعة. قاله سفيان بن عيينة لأن مصلي لو قرأ من سائر نصفها في ركعة ونصفها الآخر في ركعة لأجزأ. يعني وافية بحلة يعني ملا خلتيئة بحلة إذا سورة الحمد يعني سورة الفاتحة قم وتبطوعة. نمنتاي المصلي لو قرأ من سائر السور نصفها ركعة ونصفها الآخر في ركعة لأجزاء. حجي عمد قريك تقدم تخسجر كلها تخليتي لم يكن الذين ناكل بالك نخلت الصلاة تكمل لا تخلي. ولكن الحمد ولو نصفت الفاتحة في ركعة لم يجزي. لكن الحمد أبكت عند حرم قلك أي تخونني الحمد بكلت ركعة كيف رغريك أي تخونني بملة ترى لك صلاة كحتكون لك الكافية كمون أخلتي تبهيلات في سورة الفاتحة. قال يحيى أبي كثير لأنها تكفي ذات عن سواها نبينا أخلتي أب ولا يكفي سواها عن نسرة الفاتحة كاجن ولا تزنو حسرة البقرة أنت قرأك في صلاتك فصلاتك حسبني مالتي مخنياته الحمد سجدفك. يدل عليه ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه أم القرآن عوض عن غيرها وليس غيرها منها عوضا. يعني أم القرآن مالتي لم رسول صلى الله عليه وسلم عوض عن غيرها متكاتت أكن دخالة وليس غيرها من عوضا. يعني ساقن نخال متكاتت تكون أي تخلنا سورة الفاتحة بين قريكا سلام اللي تخلها ولكن سورة الفاتحة لك خالق قريكا خون أي تخلنا. ذكره القرطبي وفي الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن. صلاة أيكون الكانيو الحمد انت زي كريكا. وفي الحديث آخر لا صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فاتحة الكتاب زي كري الحمد زي كري صلاة بحالي يقول. وفي لفظ لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب بحالي لن بزي الحمد ولم دماغ. وفي لفظ لا صلاة لم يقرأ أم القرآن أم أن ذكره صلاة بحال يوم الرسول صلى الله عليه وسلم سلزي زيادة قنقن قرأي قبعنا مالتي. وإذا أدرك المأموم راجعا فالإمام يحمل عنه القراءة. يعني حالي مأموم بدقمتي إمام وريد تصنيحه قد حمد زي كراكو أي بلنيو مسؤو ركع قبر مالتي الله أكبر إلو مسؤو ركع قبر فصلاة أركبي مالتي مخنياتو تعرفنتنا الحمد من تسكي موالو إمام تسكي موالو مالتي زب زي الحمد كوننا لنا إمام ركع غير خلو تطويننا الحمد خين قرر مالتي. لأجماعهم على أنه إذا أدركه راكعا أنه يكبر. يعني ركع عند حرات أني حكا الله أكبر إلك تكبيرا والتورد تركبه مالتي. ويقع ولا يقرأ شيئا ولا حنت غيرك ومالتي. وإذا أدركه قال فإنه يقرأ الفاتحة. لكن دويل عند حرات أني حكا يعني سورة الفاتحة تقرر دي تقرر ممكن تحت خمس أناي سؤال كارح تسمعه ولا تقرر. وعند الشافعي وجماعات من أهل العلم لا تجد أحدا صلاة حتى يقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة إماما كان أو مأموما جهرا جهر إماه أو أثر. يعني إذن إمام الشافعي انت يقول بزي الحمد صلاة الرئيسة أي تخونني إمام ولا مأموم انتخون إمام ولا تسجد انتهالخة إمام عند حرد أي قرأ له حاولو يقرأ كسيلي يقرأ استخان قد انك تلك إلم. يعني إمام الشافعي. وفي الحديث من صلى صلاة لم يقف فيها بأم القرآن فهي خدار أي ناقصة غير يعني مخنيات الرسول عليه وسلم تايلهم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن أم القرآن زي بالله الحمد زي بالله صلاة كري فهي خدار سا قدلئة ولحنت لا تيبلون.
قال بعيو لا تجزي أسات من يحسن فاتحة الكتاب إلا بها يعني فاتحة الكتاب زي كره الحمد زي آية قبؤون يا علم شافعي يجزئه أن ينقص منها حرفا وعرف خمان كباخه قدل يبلون فإن يقرأها أو نقص منها حرفا أعاد صلاته وإن قرأها بغير وإن عامت تغيرو قال آيات تقريب وإن ما خاب أن دحر آيات فتات أقريلو قريئوا رب العالمين كل رب العالمين لن دحر أقريئك وان دحر بلاشيوا بذي آصلاة تبالي الله أبل الله الشافعي ومالك سيدنا مالك انت أبل الله وصل القراءة أن يقرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن وصورة الأخريين بفاتحة الكتاب أبتن مجمريا كلته يعني بأم القرآن عند يعني الحمد يقرأ أبتن كلته رفا دماني الحمد ترح قرير مالتي الحمد قريب تياس كلتا سورة وستخلنا سورة وستخلنا أبتن ركعتين أبتن كركعة ترفا دما الحمد ترح يقرأ ولو مالك أي للمنفرد ذي المنفرد نبين الزبلي والإمام الإمام كمان مخلتهم أما المأموم مأموم تلاحقن كتختلاي تخنك فيقرأ الفاتحة عنده في الساعة السرية وينصت في الجهر سيدنا إمام مالك يقول له إمام اللي حرق له سق الكاسم عيو كي تقرر مسلم أبتي سق زبل الوان يعني كم زهري كم عصر قن متاي قبر كتكرر لك الفاتحة أبتي جيا كم ناي مغرب كم أنا العشاء هم ناي الصبح تخوين سق الكاسم عيو إلم إمام مالك وأبو حنيفة كمان كم يوم زبلو سمع لك خمتا أمس يوم الدليل زي عن خب القرآن الكريم وإذا قرئ القرآن فاسمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون قرآن قرأته له سلكم سمعوا رحمة سلزور الآيات كابزي أمس يوم تايلهم يعني إمام كقرون كله سقلكم مع لك أيضا مالتي ماذا قول في صلاته من ليس عنده شيء من القرآن حدث ولا حد قرآن ولا حد حفظ القرآن إلا ولا الحمد ولا حنتي حفزا انتهى قبلاته وقد جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن أخذ شيئا من القرآن فعلي ما يجزئني منه أنس ولا حنت خب قرآن فين انخ حفز أي كألكن انتهى قبل أكن دل حفز خنني كسجر كل خص انتهى علمني إلم رسل الله عليه وسلم حارس وأمس أمزاري وما قال فقل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إذا أبل لما ندحل الحمد زي تخلكم أنا أتوزى حجين بلا زي لا تاب الحمد زي لا تتقال لي أمالتي سبحان الله والحمد لله ربي أخذت وتزل لك أمالتي ولا إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إذا ولا حول ولا تحج بيت أتو يعبد وإياك نستعين وأتمالتي إذي أبل قال يا رسول الله هذا لي لله فما لي إذن ربي نعو وديسيو نرب ترح وديسيو بذات الله زلخا ننفسي زخونك خمت نحن أهدينا الصراط من نفسنا نتألب ننفسي زخونك هاي كبيل قال قل اللهم ارحمني وعافيني واهديني وارزقني زي الكا عت قبري لمو رواه عبد الله ابن ابي اوفى عند ابي داود وغيره قال بعض اهل العلم قال من تايلهم فان عجز عن اساءه شيء من هذا اللف فلدع الصلاه مع الامام جهدا ولا تبال تنحت اي كالن حد زي اخمن زي كالن انت اي قبر كل جزيه مس امام سجد معنى الامام كله سلاذ حموله مالتي كل سلكم مس امام سجد كل جزيه فالامام يحمل ذلك عنه ان شاء الله وعليه ابدا ان يجهد نفسه في تعلم فاتحة الكتاب فماذا الى ان يحول الموت دون ذلك او بحال الاجتهاد فيعذره استخاله متنقل اي كاني الو سكبر يقول له كسجر له ولا خندت ولا إمام تريها ليه كندت بحاله كند أدو كبلا له مالتي مخنياته مع عذري أقول النساء سلازي دويلو ولا خيك
كيسجد يقبوه مالتيو قناع كإني نسكب يبليه بلهم كعلم الحمد نخفلت قال سورتات نخفلت كتسعر اللو كحفز اندحري اندات عارم كله ميت نرب سبحانه وتعالى سبحانه وقهو اللو يتعرني رحم ولي دام قبل انبارك بالخير مالتيو تأمين ازياء آمين تبلك ازياء يعني في الله هزبنا بتعمي دخاله ولا الضالين دعب الإيمان صغت بل ويبل بخا آمين تبل إذا أقبأني أبتنا جهريا خونك حويل كآمين كتبل قباء كساب قزا دمت الزهب مالتي.